أهلا بكم. أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب عبد الصمد الزلزولي أخبر الاتحاد المغربي لكرة القدم بعدم رغبته اللعب في صفوف المنتخب المغربي، واختار لاعب فريق برشلونة الإسباني حسب المصادر تمثيل ألوان المنتخب الإسباني في المسابقات الدولية بعد محاولات قام بها الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقناعه بذلك. وقام الزلزولي أيضا بحذف صفة لاعب المنتخب المغربي من حسابه على إنستغرام وأبقى العلم المغربي فقط. لتسليط الضوء على هذه القضية أرحب بضيفي من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي. مساء الخير دكتور منصف. دكتور، هل هناك معلومات مؤكدة عن تغيير عبد الصمد الزلزولي لجنسيته الرياضية من المغرب إلى إسبانيا؟ وأولا كل ما قيل لغاية الآن وكل ما ورد هو ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية المعروفة الشهيرة في أوروبا، وتصل يصل أصداؤها إلى المغرب، بأنه اختار أن يصد الأبواب أمام دعوة المغرب. هذا كل ما كان. وأيضا نعرف جيدا إسبانيا جريدة ماركا وقربها من الاتحاد الإسباني وقربها أيضا من مراكز القرار الرياضي في إسبانيا، وبالتالي الخبر هو تقريبا يعني صحيح تقريبا 100% في انتظار تأكيد من طرف الاتحاد المغربي. هذا الموضوع اعتقد قبل يوم السبت الماضي وعلى نفس القناة وبنفس المكان قلت بأنه ما الزلزولي هو حر في اختياره، ويتعرض لضغوط كبيرة سواء من المغرب بناء على أنه بلد المنشأ، وأيضا يتعرض لضغوط من الاتحاد الإسباني على اعتبار أنه تكون في إسبانيا ومستقبله سيكون ظاهر رفقة برشلونة في حالة ضمانه لرسميته، وأيضا في حالة عدم خوضه لكأس إفريقيا بحكم أنه اللاعب لجانب برشلونة سيضمن له اللاعب أيضا في كأس السوبر أمام ريال مدريد. إذا كانت كل اعتبارات ربما كانت تصعب المأمور أمام هذا اللاعب، اختار في الأخير أن يذهب إلى الجانب الإسباني. ربما هناك دوافع معروفة جدا، هناك ضغط إسباني بطبيعة الحال، وهناك أيضا تجارب للاعبين مغاربة ربما فشلوا بعد التحاقهم بالمنتخب المغربي وهم كتر، وآخرهم ربما حكيم زياش الذي ضحى بالمنتخب الهولندي والآن يعيش مرحلة رفض من طرف المدرب المنتخب الوطني، وبالتالي ربما عدة اعتبارات لعبت لصالح هذا الأمر. نعم، ودفعت الزلزولي الذي يبقى في آخر المطاف حرا في اختياره بطبيعة الحال. نعم دكتور، لكن رغبة اللاعب كانت واضحة بتمثيل منتخب أسود الأطلسي، ولكن ما هي الضغوط التي قد تعرض لها من الاتحاد الإسباني أو ربما من جهات أكبر من الاتحاد الإسباني من أجل هذا التغيير؟ هو الضغوط واضحة جدا. أولا غيابه عن برشلونة وتمثيله للمغرب في كأس إفريقيا من 9 من يناير إلى 6 فبراير من هذه السنة سيحرمه من خوض 10 مباريات رفقة برشلونة، إذن هناك احتمال أن يفقد رسميته في فريق البارسا في الوقت الذي الآن يعد واحد من طفرات هذا الفريق. النقطة الثانية وأن الضغوطات الاتحاد الإسباني التي لم تكن خفية وإنما كانت علنية، ربما هناك وعد واضح بأن تتم المنادات إليه إلى المنتخب الإسباني الذي سيحضر في كأس العالم بقطر 2022. إذن هي وعود ربما كانت أقوى من رغبة اللاعب في تمثيل المنتخب التمثيل المغربي. وأعود وأقول بأنه في آخر المطاف هذا اللاعب حتى لو حضر إلى المنتخب المغربي أبوابه مفتوحة، لكن ليس هو الذي سيمنحنا كأس إفريقيا وليس هو الذي سيؤهلنا لكأس العالم. هو الباب أمامه كان مفتوحا، صد هذا الباب، والمغرب أعتقد في الوقت الحالي هو في غنى عن هذا اللاعب. هناك لاعبون كثر لله الحمد، هناك من يفضل منتخب البلد الذي نشأ ويحمل يعني ترى هذا البلد بين ثناياه. هو اختار، هو حر، والمغرب أيضا حر في اختيارته، وربما لن يفتح أمامه المجال كما حصل مع منير الحدادي. نعم. الذي تلقى فضل المنتخب الإسباني ولعب 14 دقيقة وغاب عن المنتخب الإسباني، ورغم ذلك استدعى المغرب. ربما هذه التجربة لن تتم إعادتها مع اللاعب الزلزولي. نعم دكتور، هل سيواصل الاتحاد المغربي محاولاته من أجل ضم الزلزولي برأيك، أم سيسلم بهذا الأمر الواقع؟ لن يتابع الموضوع الاتحاد المغربي بحكم أنه قانونيا الأمور كانت كلها بيد الزلزولي، إما أن يختار إسبانيا أو أن يختار المغرب. لم يكن هناك يعني مسائل قانونية بإمكانه أن يراهن على المغرب من أجل ضمان أن يلعب بالقوة للمنتخب المغربي. الآن هو حر في اختياره. المغرب لن يتابع الأمر بالتأكيد حسب مصادر داخل الاتحاد المغربي بأن الأمر قضي وبأنه ما على مدرب المنتخب المغربي إلا اختيار أحد اللاعبين مكانه في اللائحة الأخيرة التي تلعب كأس إفريقيا، وبالتالي الأمر
الأمر منتهي. ونتمنى له حظا سعيدا في إسبانيا، بما أنه في آخر المطاف هو لاعب مغربي نحبه وسنتابعه، لكن هناك شيء أقوى من ذلك وهو المنتخب المغربي الذي هو أحد رموز هذا البلد وأحد رموز التي تحمل العلم المغربي وتدافع عن شرف هذا البلد. نعم الدكتور منصف اليازغي، كنت معي من الرباط، شكرا على كل هذه الإضافات. الشكر لك.